ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. رفاهية الكاتب القاتلة. أنا الآن في وضعية كاتب سوري نرويجي مرفه، ولما لا، فأنا أكتب لكم من على البلكونة المطلة على البحر الذي ليس ببحر ولا بخليج ولا ببحيرة. إنه ببساطة يسمى فيورد، والفيورد يا حبيبي شغلة ماء الحرمادية أحيانا وزرقاء أحيانا أخرى. فالماء كتلة شفافة تتلون كما تشاء لها الظروف الجوية، وهذا الفيورد يمضي إلى المحيط الأطلسي وتمخر عبابه كل يوم سفن ضخمة فخمة تأتي من كل أنحاء العالم محملة بسواح معظمهم من اليابان، جاءوا ليتمتعوا بجمال مدينة مولدا الأخاف. المهم معي فنجان قهوة وسيجارتي طبعا، وكلهم جايبهم معي من الوطن، وأيضا صوت محمد عبد الوهاب القادم من اللابتوب العجيب وهو يغني من غير لي، تماما كما أنا مرفه الآن من غير لي. وأمامي طبعا وأنا أكتب غابات خضراء، سواء على الجبال الشاهقة أو على الجزر الصغيرة المتوفرة بكثرة في خلقتي. إذن الماء والخضرة، ولكي تكتمل يا حبيب فالوجه الحسن معي أيضا شريكتي الشاعرة النرويجية الجميلة، وهي تحضر لعرضنا الشعري بعد ساعات مع نجمة الجاز النرويجية الصاعدة التي ستغني مع قصائدنا في حديقة مقابل الفندق حيث مسرح المهرجان الطلق. وعلى اعتبار أنه مالي متعود على كل هالرفاهية، فكما تعلمون أن الأمور وصلت معنا إلى الكتابة لكم من على الرصيف ونحن نحجز صف لسيارة بياع المازوت ومن عند أصدقاء في جرمانة أو قدسية أو برزة حسب برنامج قطع الكهرباء المنظم سابقا والعشوائي لاحقا، لكن الأمر غير عشوائي كما تعتقدون، بل هو منظم جدا، لأننا كنا نتأفف من قطع الكهرباء وبعد ذلك صرنا نتأفف من عشوائية قطعه. يحيى الذكاء. المهم مالكم بالطويلة، صار معي كاتب سوري هلأ وراي وهو عم يضحك من عنوان مقالتي، لكان راجعين بعدين على قطع الكهرباء، والله ما بتلبق لي الرفاهية، لذلك ما راح اكتب لكم شيء، آسف. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.